Hey guys, this is Maya Ahmed and welcome to وجوه بيوتي channel. بهذا الفيديو حاعمل لكم هذا الميك اب لوك اللي فيه اللون الاخضر كثير واضح لانه استعملت فيه كولكشن جديده من واو باي وجوه اللي اسمها Tales of Green. فاذا حابين تعرفوا كيف عملت هذا اللوك please keep watching. حوزع الفاونديشن ببرش على كل الوش. الكونسيلر بهذا اللوك حيكون الهايد اند سيك وحوزعه بالماستر بلندر. لعلى محوجبة حاستعمل الماستر براو واتر بروف براو بانسل بالرقمين 280 و220. ببانسل براش حاخد جانجل جيمز ووزعه على كل الجفن التحتاني وكمان ظهره شوي لبرا. حاخد هلا بيرن سيانا وحطه على التير داك. ببلندنج برش حاخد سيكريت جاردن وزوه على الكريس. المسكارا بهذا اللوك حتكون الدبل ترابل من واو باي وجوه. ككونتور وكبرونزر حاستعمل نفس الباودر اللي هي بيكتشر بيرفكت بالرقم 150. البلاش بهذا اللوك حيكون الشاين برايت 235 برونز بيوتي. حيكون اللبس نيود بهذا اللوك وحاستعمل الليبستوك شوجر تان. Okay guys, so that is our final look. شاء تكونوا حبيتوا هذا pop of green color. إذا حبيتوا, please like this video. كمان don't forget to subscribe to وجوه بيوتي channel for more and more looks. Bye bye.